سليمان غانم مش هيجوزك بنته. بكرة الصبح هكتب توكيل لعاصم بالتصرف في البيع في مصنع الجلود، وهقول له يبقى لك، وبعد كده نشوف العمدة هيوافق ولا لا. بابا حضرتك ناسي ان المصنع مكتوب اصلا باسمي انا وعلي، يعني انا اللي المفروض ابيع له. والله صحيح، انا كنت ناسي الموضوع ده خالص. خلاص كده تبقى محلولة. لكن انا مش موافق ومش هبيع. ما تقدرش تتصرف كمالك وبابا موجود. مسألة الملكية دي مجرد شكل على الورق، وانت عارف ده لو بابا هنا بيدير وبيباشر، لكن بابا مع مصالحه ومشاغله هناك في فرنسا، وسايب لنا المصنع ده مخصوص عشان يشوف هنعمل بيه ايه. واحنا ما بنعملش حاجه، خلك عاصم هو اللي بيديره. احنا لو عاوزين نديره مش هيمان. اوكي عايز تديره ديره، انا موافق. حاجه حلوه قوي، انت بتتكلم زي ما تكون خلاص اتفقنا والمصنع بتاعك، وبتحن عليا بالاداره. ما تفهمني بقى، ما تبقاش غبي. ده مجرد اجراء شكلي عشان اواجه بيه سليمان غانم وبس. مش انا اللي غبي، الغبي اللي بيضعف قدام البنت اللي بيحبها بالشكل ده، وده اللي مخليني متغاظ منك ومش عاوز اساعدك. مش ظهر اختي، بس ما احبش اشوفها راكبه عليك بالشكل ده. لازم يكون لها موقف يا اخي. يعني عايزه تعمل ايه؟ تقف لباباها وتقول له لا، الشرط ده غلط ومفيش راجل يقبله. ما انت لو بتفهم، ابوها ده راجل فلاح عمده وباشا سابق، رجعي. وهي مثقفه وصحفيه ولسانها ما يغلبش. يعني تتخانق معاه؟ لا، تقنعه. ما اقتنعش. تاخد موقف. زي ايه؟ تتجوزني من غير موافقته مثلا؟ وماله، تقدر انت تقنعها بكده؟ الوحيد اللي يقدر يقنعها بكده سيادتك، ولو عاوزني اكلمها ما عنديش مانع. الله، هو بابا راح فين؟ مش كان معانا هنا؟ الباشا نام عشان يقدر يصحى بدري لطيارته، وبيقول لكم ما هوش عايز حد يطلع معاه المطار. مش قادر اعرف الولدين صح ولا فيهم حاجه غلط، ولو فيهم غلط من المسؤول عنه؟ برضه اتلهيت بنفسي كتير، ولسه برضه سايبهم وهربان. سليم، انت مش في مصر؟ بونسوار يا نورهان. هي الساعة كام؟ الساعة 4. انا يا دوب حطيت الشنط وجيت لك على طول. تاخد قهوة معايا؟ اخد. انت كنت سهرانة ولا ايه؟ وازاي اللي في مصر؟ عادل وعلي هم كويسين. بقول كنت سهرانه مش كده؟ واخبار عبد الناصر ايه؟ لسه بيقاوح برضو؟ بيقولوا هنا في الجرايد انه بيضرب نار على الاسرائيليين في سينا. هو لازم يقاوم، امال هيسكت لهم يعني؟ هو ما حرمش. اذا كان قائد الجيش بتاعه نفسه جنرال رياض انفجرت فيه قنبله، واليهود مش هيسكتوا. كل رصاصه هيردوا عليه بقنبله. من امتى اهتمامك بالسياسه ده يا نور؟ في باريس ما تقدرش تتجاهل حاجتين، الفن والسياسه. بالمناسبه، تفتكر اعتزال ديجو نهائي؟ الراجل ده غريب قوي، لمجرد ان الاستفتاء اللي عمله بعد مظاهرات الطلاب ما ادالوش النسبه الملائمه لكرامته، استقال، ساب الحكم ومشي. قالوا بيقولوا عليه دكتاتور. وانت لو حليت التصرف ده صح هتلاقيه منتهى الديكتاتوريه. ديجول مشي وفي ذهنه انه بيعاقب الشعب الفرنساوي عشان ما ادالوش الاجماع اللي هو عايزه. انت برضه بتهربي من سؤالي، ما ردتيش. سؤال ايه؟ بقول لك كنت سهرانه امبارح. الساعه دلوقتي 4 بعد الظهر، لسه صاحيه دلوقتي، يبقى اكيد كنت سهرانه. عايز اعرف. اسمع يا سليم، احنا خلاص ما بقاش تجمعنا غير الصداقة وعلاقتنا بسليم الصغير. تيجي هنا على الأساس ده أو ما تجيش خالص. أنا ما حدش يعاملني بالطريقة دي. هي ناس إن أنا لسه جوزها ولا إيه؟ أعصابك يا منشير، أعصابك. برنسس نورهان دي من أصل تركي، يعني عنيدة قوي. وأنا من أصل صعيدي، دماغي أنشف من الحجر. ما هو العناد المتبادل بينكوا ده مش هيوصل لنتيجة أبدا. اسمع يا طلعت، أنت تروح تبلغها الإنذار ده. لو ما كانتش ترجع البيت هي وسليم الصغير هطلبها في الطاعة.
يا باشا احنا هنا في باريس، قوانين الاحوال الشخصيه بتاعت مصر ما تمشيش هنا. خلاص هرفع القضيه في مصر. ومين ينفذ لك الحكم هنا في باريس؟ ما هو لازم يكون في حل، انا مش ممكن اسيبها كده، دي تقريبا طردتني يا طلعت. وبعدين ابني الطفل الصغير بيسهر مع اهلي الفجر، بيقوم المغرب من النوم. الواد التركي اللي اسمه عصمت صناي بيقول لي انها ملمومه على شويه صيح، عيال هيبز من عاملين فنانين اللي بيناموا على ارصفه المرمارتر، عايز تعمل فن بقى صيعه زي بتوع الكارتيلا تاني. اسمعني كويس يا منشير، ما تاخدش كلام الولد التركي ده على علاته ابدا. مش كلام يا طلعت، كل شيء واضح. اسمع يا طلعت، انت اقرب واحد ليا هنا في فرنسا، انت دراعي اليمين. انا في خدمتك دايما يا باشا. اتصرف، انت ليك خبره قديمه في الدسائس والمؤامرات من ايام ما كنت بتشتغل في السرايا، لازم تشوف لي حل بقى. طلباتك بالتحديد؟ نورهان وسليم الصغير. فري هاند يا باشا؟ اعمل اللي انت عايزه. والمصاريف؟ حساب مفتوح. دكور زبالي. بونسوار مدمازيل. بونسوار. ما شفتيش عاصمك؟ ما شفتوش. اللي اعرفه انه رغم طلاقه لسه اصحاب. وانت مالك؟ اصلي عايزه. ما تدور عليه بعيد عني، ما تبقاش غدت. اتأدبي. انا في سن والدك. طب يا والدي عايز مني ايه؟ ولا حاجة. انت عايشة ازمة عاطفية وانا عايز اقف جنبك. مش معقول، انت تحفة. ما فهمتنيش، سليم ونورهان واعين مع بعض والعلاقات بينهم زي الزفت، ودي بقى فرصتك. انا ما يهمنيش لا سليم ولا نورهان ولا انت شخصيا. طب اقعدي اقعدي، ما تتسرعيش وتروحي تبلغي عصمت. عصمت؟ ايوه عصمت. على فكره انتوا بتلعبوا مع بعض حلو قوي قوي قوي، انا شخصيا معجب بيكم لدرجه ان صدقت تمثيليه طلاقكم. مسيو؟ ايوه لوكير. الو مين؟ ميمي ولا شاملي؟ ازيك يا شاملي، اخبار الشغل ايه؟ ينيلك. انا في جحيم يا واد، نفسي بس اعمل ايه؟ رياض بيه عنده شغل. الو يا دنيله، الخط اتقطع. يودا الباب بونجور. على فين يا نانا عين سيادتك؟ نتكلم، عندي لك عرض مدهش. من قبل ما تقوله يفتح الله، والعرض الوحيد اللي عايز اشوفه هو عرض قفاك. ما تبقيش عبيطة، واسمعي الأول وبعدين قولي اه او لا. ده نص مليون فرنك. نص مليون فرنك؟ وأسبوع في الريفيرا، هتكوني في ضيفة على برنس غني قوي. ضيفة؟ ضيفة يعني ايه؟ يخرب بيتك على بيت اهلك، ناقص ابن 60 في 70، انت فاكرني ايه؟ نلعب بقى على المكشوف. اسمعي يا حلوه، انزلي معايا بالراحه بدل ما اقطع رقبتك. انزل معاك على فين؟ مشوار صغير حتى البيجام، هنقابل ناس نمضي معاهم عقد وتشتغلي ونقبض فلوس. يخرب عقلك، طب مش كنت تقول كده من الصبح؟ لما مشاش دلوقتي حالا هضربك زي ما بضربوا كلاب. ارمي المطوه دي من ايدك، بقولك ارمي المطوه دي من ايدك. لولا ستري مولى ست رجعت سرياض ادالي المسدسه وقال لي يا حمديه انا بغيب كتير، طول ما انت في الشقه لوحدك المسدس ده يفضل في جيبك، وهو اللي نفعني النهارده. طب اهدي بس، بلغتي البوليس ولا لا؟ خفت يا ستي نجات، طبعاً عليه مش لوحده، معاه عصابه. بعد ما نزل بصيت عليه من الشباك وكان فيه ثلاثه بالسنين وتحت، وكان بيبص لفوق ويشاور على شقتي. ست حمديه عندها حق يا نجات، باريس مليانه من الاشكال دي، وغالبا البوليس ما بيقدرش يعمل معاهم حاجه. طب والحل؟ المسكينه مش ممكن تفضل في الشقه لوحدها، طب ما تتصل بجوزي يجي او يبعت حد ياخدك. ما اعرفش مكانه يا ست نجات، هو اللي بيتصل بيا، وكل ما اقول له اديني تليفونك يقول ان دايما بيتنقل من بلد لبلد وملوش مطرح. طب ايه اللي يريحك ويحسسك بالامان يا ست حمديه؟ ارجع مصر، ارجع لبنتي والشغل، ارجع لي اهلي ولناسي، بس ما اقدرش قبل ما يجي رياض ويصفرني هو. طب هو هيجي انت بس؟ مش عارفه يا مصطفى بيه،
بيجي فجأة وبيمشي فجأة. يبقى مفيش غير حل واحد، تيجي تعيش معانا هنا لحد جوزها ما يرجع. اشمعنى البنت دي؟ خلاص مفيش غيرها؟ مالكيش دعوة، وقوليلي انت جاية ليه دلوقتي؟ طلعت عايزك. طلعت؟ طلعت مين؟ الراجل اللي بيشتغل مع سليم البدري. وده عايز ايه ده؟ بيقول موضوع مهم، بيهددنا، عارف عنك كل حاجة. يبقى الله يرحمه. انا هبعت له 2-3 من العيال بتوع مارسيليا يتصرفوا معاه. طيب مش لما تسمع كلامه الاول؟ يمكن صحيح زي ما بيقول فيها فلوس. بالدولار يبقوا 20,000 دولار، النص مقدم والنص بعد التنفيذ. طيب مش عارف انتوا عايزين مني ايه الاول؟ هتوصل طرد لمصر. طرد؟ طرد ايه؟ الطرد هيطلع من هنا وتسليمه هيكون في مصر. والطرد ده ما يتشحنش عادي ليه؟ ما هو لو يتشحن عادي ما كناش احتاجنا الخدمات حضراتك ومفاندك. معقولة لقيت الحل بالسهولة دي طلعت؟ بس هيكلفك 50,000 دولار. مش مهم يكلفني كام، المهم ايه الحل؟ الحل انت قلته بلسانك وانت منفعل، بس انا طورته. فعلا لازم تطلب برنسس نورهان في الطاعة، وعشان يتحكم لك بده ويتنفذ لازم تكون هي في مصر. يبقى السؤال ازاي نجبرها ترجع مصر، مش كده؟ اه مظبوط. وهي دي خطتي. سليم الصغير ابني ماله؟ هيتاخد منها. يتاخد يعني ايه؟ ازاي يعني؟ ما انت لو حاولت تاخده بالطرق العادية او تسافر بيه مش هتقدر، السلطات هتمنعك. يبقى مفيش حل قدامنا الا انك تخطفه. انت اتجننت يا طلعت؟ اخطف ابني؟ مش انت اللي هتخطفه، انا مدبر كل حاجة، مدبر الناس اللي هيخطفوه وهيسلموه هناك في القاهرة. انت ما عليك الا انك تستلم هناك او تحدد مين اللي يستلم. معقولة؟ دي تقريبا جريمة. العبرة بالهدف يا باشا. انت عايز تنقذ ابنك من الجو اللي مامته بتربيه فيه، عايز تحميه وتربيه في بيت حقيقي، في اب وام وحياة اسرية. ومفيش قدامنا وسيلة نحقق ده بالطرق العادية، يبقى مضطرين ان احنا نتصرف بشكل يمكن فيه قسوة لكن مؤقت. في الاخر هنوصل للهدف النبيل اللي احنا عايزينه. تبرير ابليسي ما يخرش المية. صدقني يا باشا انا ما فكرتش في الوسيلة دي الا بدافع حرصي على ساعتك. اوكي يا طلعت، سيبني افكر وهعمل محاولة اخيرة قبلها، واوعى تبدأ التنفيذ قبل ما اقولك. اظن بقى ابسط حاجة ان كل حد مننا يشتري تذكرة، لازم كلنا نكون في الاولمبيا بنسمع ام كلثوم وبنحييها. بس غريبة يا سنو الاميرة، بتبيع تذاكر لصالح المجهود الحربي مع انك يعني ايه؟ انا مصرية، معايا الجنسيتين المصرية والفرنسوية، وبحب الوطني الاصلي قوي، وبحب ام كلثوم. حسكينا بقى اديني تذكرة. اوكي اتفضل. شكرا. لو سمحت يا نورهان عايزك ضروري. سالي لو سمحتي خدي التذاكر دي وبيعي بدل. اتفضل. سامعاك. بشكل مباشر ومن غير دخول في التفاصيل، انا مش راضي عن اسلوب حياتك ولا الطريقه اللي بتربي بيها سليم واستشاله لك وسهرك وظروفك. ما تقطعنيش وتقولي لي انا حره في حياتي. انا جوزك يا نورهان، مش معنى ان احنا هنا في فرنسا ان خلاص نلغي حقوقي الشرعيه وواجباتك. اوكي نتطلق يا سليم. انت عارفه كويس يا حبيبتي ان دي مساله مرهونه بارادتي انا، ومع ذلك انا مش هدخل معاكي في جدال ملوش فايده. انا هعرض عليكي عرض محدد وارجو انك تقبليه بدل ما تضطريني اتصرف تصرفات مش هتعجبك. عرض ايه ده اللي بتهددني قبل ما تقوله؟ ترجعي توصلي حياتك معايا.
كفرصة أخيرة. على وعد مني إني مش هعمل بعد كده أي حاجة تسيء ليكي أو تجرحك. من هنا ورايح مفيش أي علاقة مع أي واحدة غيرك. وكضمان ليكي أنا مستعد أشتري لك أسهم من البورصة بمبلغ ما يقلش عن 1,000,000 فرنك. خلصت العرض؟ شوف بقى، وعدك ما يسواش عندي فرنك واحد، وتهديدك ما بيخوفنيش، والعرض المالي السخي ما يلغيش دماغي. أنا حريتي وكرامتي ما بتتباعش يا باشا. يا آل عمران، أنا لآخر لحظة مش عايز أخسرك، وأنا للحظة دي مش عايز أكسبك. سيب دراعي يا سليم. أنت مصمم على موقفك ده؟ لغاية أنا ما أشوف تغيير كبير وخطير يحصل لك يخليني أحس إني معاك كرامتي هتتصل. أنا بحبك يا مرحبا. الحب ده ملوش مقابل عندك. الحب بدون كرامة مرض، وأنا إنسانة سليمة بحافظ على صحتي. أرفوار من أمور. فكرت؟ قررت يا باشا؟ ليلة كاملة يا طلعت ما نمتش فيها لحظة واحدة. باين عليك غبية. كان ممكن كل شيء يتصلح ونرجع زي ما كنا أحسن. تعمل إيه بقى؟ مخها جزمة قديمة. قرارك يا باشا. وأنت كمان يا أخي، أنا مش عارف إيه اللي خلاني ألجأ لك. ثقتك فيا طبعا. أيوة الثقة بالهباب. دخلت في دماغي وسواس قاعد ينخر في نفوخي زي السوسة. اسمعني كويس يا باشا، احنا متفقين اساسا ان الهدف خير. طب اسمع يا طلعت، انا مش عايز يبقى لي اي علاقه باللي هيحصل ده. داكور. ولا عايز اعرف ايه اللي هتعملوه بالظبط. داكور. وسلامه الولد في عينيا يا باشا. خلاص، عندك على المكتب شيك ممضي وجاهز، اتفضل خده. عظيم. قلت ايه يا باشا؟ ننفذ؟ يا اخي نفذ وخلصني. مادلين، 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 سولي، مادلين، مين اللي عمل فيكي كده؟ ما لقيتش حد في مصر استأمنه على ابني غيرك يا عاصم. أنا متأكد إنك هتتصرف وهتوفر له مكان مناسب. المسألة مش هتطول، أوعدك إنها تتحل خلال أسبوع بالكتير. أوكي، ممكن أخذ الولد؟ الولد تحت أمرك، بس الأول تكتب جواب لمسيو سليم بخطك تقول له فيه انك استلمت الطرد عشان احنا نستلم بيت فلوسنا. ممكن ورقه وقلم؟ الحمد لله. قبضتهم بيت فلوسهم؟ طبعا. وعزمت بيقول لك انه تحت امرك في اي خدمه تانية. لا تانية ولا تالتة. هو فاكرني ايه؟ زعيم عصابه ولا جت فازر من بتوع المافيا؟ انا اضطريت للاسلوب ده رغم ان انا بكرهه جدا، وهي اللي اضطرتني. بالمناسبه هي عامله ايه دلوقتي يا باشا؟ والله ما عارف يا طلعت. بعد ما خدت الولد كلمتني بالتليفون وهي في حالة نفسية صعبة جدا، منهارة تقريبا وفي حالة هستيرية. بعد كده لا حس ولا خبر. كل أصحابي ومعارفي هنا نصحوني ما بلغش البوليس، لأن التدخل البوليس هيخليها مشكلة ويمكن يدفع سليم يسيب فرنسا كلها، يحرمني للأبد من ابني. نصحوني كمان أني ألجأ لناس يعرفوه كويس، مصريين زيه ممكن يأثروا عليه. فكرت ما لقيتش غيركم، يمكن الظروف ما سمحتش لينا قبل كده ان احنا نكون اصدقاء، لكن انا متأكد ان انتوا هتقدروا موقفي وهتتعاطفوا معي. طبعا يا هان، بس انا مش متصورة ازاي سليم باشا يعمل كده. سمو الأميرة متأكدة ان هو اللي عمل كل الشواهد بتقول كده. تهديده ليا والكتابة العربي اللي لقيتها مكتوبة على المراية والمنطق، مفيش اي حد له مصلحة في تصرف زي ده غيره هو. بس ده يبقى شغل عصبجية.
يا اختي بلانيلة الباشا قال. على العموم يا حبيبتي لو حبيتي انا ليا رجاله في مصر عفاريت جنون يجيبوا التايهه، ابعت لهم واقول لهم يدوروا على اسم النبي حرسوا المحروس ابنك وان شاء الله هيلاقوه. مفيش دهك ده كله يا حمديه. مصطفى انت تقدر تتفاهم مع سليم باشا؟ طبعا بالتاكيد. مدهش يعني سيادتك جاي لي مكتبي هنا ومعطلني عشان تتهمني بخطف ابني. انا ما بتهمكش بحاجه يا سيد سليم. سليم باشا لو سمحت لما تكلمني تقول لي يا باشا. انت بالذات عضو تنظيم الضباط الاحرار لما تكلمني هنا في باريس ترجع كل اللي لغيتوه، قراراتكم ما تمشيش هنا في فرنسا. مش محتاجه لده كله يا باشا، انا مش جاي اتخانق معاك ولا صفي حسابات قديمه بين الضباط الاحرار وبينك. انا جاي لك كمصري زي زيك، مش عاوز منك حاجه ومش طالب منك اي خدمه، بالعكس انا جاي اقدم لك خدمه، والخدمه دي مش تبرع مني، انا جاي اقدمها لك بالنيابه عن مدام نورهان. هي عاوزه تتفاهم معاك بالراحه قبل ما تلجا للسلطات. انت عارف ان معاها جنسيه فرنسيه وانهم هنا ما بيتسامحوش في جرائم خطف الاطفال. صحيح الولد ابنك، بس ده ما يمنعش انك خطفته بايدين مجرمين محترفين. ونصيحه مني يا باشا اتفاهم معها احسن. طز خليك مؤدب واتكلم معايا كويس. اخلص والا خليت حراس يرموك بره في الشارع. وبلغ البرنسيس اللي بعتك انها اخترت اسوأ رسول، ولما تحب تتفاهم تواجه صاحب الشأن. وانا جايه اواجهك يا سليم. لازم تفهمي من الاول يا نورهان اني ما عملتش كده عشان اجرحك او اضايقك، انا كنت مجبر على كده وانت اللي اجبرتيني، قفلت في وشي كل الابواب. انا غلطانه، رجعلي سولي وهنفذ كل طلباتك. للاسف يا حبيبتي انا ما اقدرش دلوقتي اعتمد على وعد باللسان. امال انت عايز ايه يا سليم؟ ده كلام ما بيتكتبش في ورق رسمي ولا عقود. يا حبيبتي انا ما فكرتش في ورق رسمي ولا عقود. طب قولي بتفكر في ايه؟ في مصر. مصر؟ ايوه نورهان، ابني مصري عايزه يتربى في مصر، فيها حاجه دي؟ تقصد نرجع مصر ونعيش هناك؟ انت يا حبيبتي انا عندي هنا مصالح ما اقدرش اسيبها، زي ان ظروف الشغل في مصر ما هياش متاحه دلوقتي، لكن سموك ممكن ترجع مصر انت وسولي ابني وتعيشوا في الحلمية، في بيتنا اللي في الحلمية، وانا اوعدك هوفر لك ارقى مستوى معيشة تفكري فيه. انت عايزني ارجع مصر ولوحدي كمان؟ انا ما قلتش لوحدك يا حبيبتي، انا قلت معاك يا سولي، وانا هبقى ازوركم كل ما ظروفي تسمح بذلك. انت بتقول ايه؟ ده تخريف. اعتبريه تخريف، جنون، اي وصف يريحك، بس هو ده اللي عندي. البديل الوحيد انك تضحي، زي ما بيقولوا بالبلد في مصر تربطها على قلبك حجر وتنسي ابنك، كده بقى تصوني كرامتك وترجعي تعيش في باريس مع الهيبز اصحابك والرسامين الفاشلين اللي مستعمرين دماغك مفهمينك انك بترسمي احسن من جوجان. وخلاص سيبك من ابنك، ايه يعني؟ ما هو هيكبر وهيبقى راجل، فيها ايه دي؟ ارجوك كفايه، مش عايزه اسمع. بلاش يا نور، بس فكري، جايز اكون قلت لك الحقيقه بطريقه خشنه شويه، بس انت لما تهدي كده وتفكري بعقل هتلاقي فعلا مفيش غير اختيار من اتنين، يا مصر ومعاكي ابنك يا باريس من غيره. ايه؟ اسافر؟ وباسرع ما يمكن. ايوه بس عايز نعمل ايه هناك؟ صاحب الكارت ده هتتصل بيه وتقابله وتقول له اللي هقوله لك بالحرف الواحد. بيبلغ سيادتك انه قبل العرض اللي قدمته له وهو هنا ومستعد يتعاون معاك لاخر مدى. عظيم، ده خبر يسعدني فعلا. ايوه بس الباشا له شرط او طلب. ايه هو؟ حرمه برنسيس نورهان في احتمال كبير انها ترجع مصر، الباشا بقى مش عايزها تخرج تاني. مش عايزها تخرج تاني يعني ايه؟ الباشا بيترجاك انك تقف معاه في معركة كل هدفه منها ان ابنه يتربى في بلده في مصر.
سليم خايف لا تتمسخ شخصية الولد، خصوصا ان والدته واخدة جنسية فرنساوي وعايزة تربي الولد على عادات وتقاليد بعيدة عن اصله. طيب ما انت قلت نقطة تصعب الموضوع، البرنسيسة نورهان معاها جنسية فرنساوي واكيد معاها جواز سفر فرنساوي غير الجواز المصري، يعني ما نقدرش نمنعها من السفر، واذا حاولنا ممكن نتسبب في أزمة مع الحكومة الفرنسية اللي بقالنا معاها علاقات طيبة دلوقتي. كمال بيه، احنا عارفين ومقدرين ده كله، بس متأكدين برضو انك هتلاقي لها حل، ده اذا كنت لسه محتاج لخدمات سليم البدري. اهلا اخ عاصم، اتفضل. ازيك يا عادل؟ مين ده؟ ده اخوك يا عادل، سليم الصغير. اهلا 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 باشا. ترجع النهارده يعني ايه؟ مش ممكن طبعا، انت ضيف في مصر لغايه لما اشبع منك واقول لك اتفضل على باريس، ما احناش عايزينك. افتح بيه، أنا شرحت لك الظروف، رجوعي النهاردة حتمي ضروري، وبعدين معاد طيارتي قرب. أنت ضامن إن عاصم السلحدار مش هيتأخر؟ إذا كنت مصمم فعلاً على السفر أنا ما أضمنش. يبقى في الحالة دي من الأفضل إن أقول لك على الرسالة وأنت تبلغها له بالنيابة عني. تحت أمرك. برنسس نورهان، أيوة، لما هتيجي هتنزل في شقتها اللي في الحلمية، وفي الحالة دي وضربت لخمة على الآخر. طبعا أجرت له مربية عشان تقعد بيه، بس بيني وبينك مش كفاية، أنا طول النهار في المصنع وبرجع بالليل واخر، وساعات كتير بطلع من الشغل على النادي الثقافي عشان أقابل أصدقائي، صعب علي إن أنا أغير عاداتي. ده مفهوم طبعا، والخلاصة إنك عايز سليم يقعد معي. طبعا الداد هتيجي تقعد بيه هنا، بس برضو مهما كان انت متواجد هنا اكتر. انا مش موافق، بس ده انا بشكرك كمان. سليم، ايه رايك في مصر؟ عجبك؟ ده جزء لازم تشوفه من مصر. يا ايه يا ابو انيسه، ما كنتش شد دماغك معايا امال؟ سبحان الله ولا اله الا الله. طب والرجاله اللي بياكلوا عيش من المحل؟ يا سيدي عاملين لي زي ناكر ونفيل، بينكوني في الفاضيه وفي المليان. اعمل ايه يا حاج اكتر من انا قلت لهم خليكوا في بيوتكم، وانا من عيني دي وعيني دي اول كل شهر هجيب لكم المعلوم. كلام ايه ده يا ابو اصلاح؟ هتديهم صدقه؟ امال اعمل ايه بس؟ انا عايزكم تنكتوا الدنيا، تقلبوا الاجزخانات كلها وتطلعوا لي من تحت الارض. يعني يا باشا كل الاجزخانديه اللي في مصر بيقولوا ان البتاع دي مش موجود هنا في بره مصر، وكل اللي بيجيبوا من بلاد بره. سفرني يا باشا انا اجيبه لك. اسفرك فين يا ولد؟ بيروت، اروح فاضي وارجع بشنطه. طب انت مين الواد سؤال مع البدل؟ اهلا 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 عادل بيه. السلام عليكم. اتفضل. شوف طلبات البيه يا فاروق. طلبات البيه. انت ولا زعتر؟ ايه وقال بيه يا سيد سليمان؟ سيد سليمان؟ سيد حاف كده؟ الله 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 الله، طبعا يا اخويا، ما انت لبست لي نضاره وعملت فيها خوجه. يا كرا اكون هتسيب القهوه دي وتروح تشتغل محامي، جاتك الهم؟ قول عايز ايه يا عمده وخلصني. خلصني؟ ايه خلصني دي؟ خلصت روحك. بقولك يا ولد، هو مين الواد الصغير اللي مع الواد ابن البدر دي؟ عادل بيه. ايه ولا هتقول ايه؟ العمده عايز يعرف مين اللي معاك ده. إيه اهلا فلان باشا. انا بضحك يا ولد، انا كنت هجيبه واجي لك عشان كنت عايز اشوف زهر. يا اخويا تانس متشرف، اهلا وسهلا. انما ده مين الحلو اللي معاك ده؟ ده سليم الصغير اخويا. سليم ايه يعني؟ ده نفضوا من ظهره سليم البدري؟ يا سنه سوخه. طب والله والله ما انتوا قاعدين هنا، لازم نتغدى سوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كل الشوكولاته. قول يا حبيبي، شايفه يا وصيفه؟ اللهم صل على سيدنا محمد زي القمر. اي أيوة والله زي القمر طبعا، سلسال امراء ابن برنسيسه. شايفه خلافها طالع ازاي؟ اتوحم يا وليه،
اتوحمي وهاتي لي حاجه شبه كده. حيكم قال بعد ما شاب. هو مين اللي شاب؟ ده انت اللي شبتي. انما انا في عزي. اي والله. لكن ايه الفايده؟ ما ان المرجعه فضلت تلف 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 بيا، وبعدين يا اخويا رسيت على خالتك وصيفه. انا في الحقيقه مش فاهم حاجه. اني بقى فاهمه كل حاجه. العمدة انسخط من اول وجديد، اتصبه وبيفكر في الحريم. اي والله. ايوه بفكر في الحريم، بفكر في الصنف اللي ما عنديش منه. طب يا اخويا ما تروح تتجوز. انت بتقولي فيها والله اللي اعملها، وانا ناقصني ايه؟ طب ما هو سليم اهو اكبر مني وتخين ومفش وخلف ولد اهو، وتوفيق السيد الله يرحمه لحق قبل ما يفطس وجاب ولد. انا بقى اللي وقعت من قعر القفه. طب يمين بالله العظيم ثلاثة لأكون مدور على عروسة. بس يا جدي بس أحسن شيء. هو أنا أحكي لك نكتة يا بنتي؟ ده اللي حصل والله بالملي. أنا راجل مجنون. فوتي يا فاتن، أصل الحاجة أبو شوية ساعات بيتهيأله كده شوية حاجات يعني. يعني إيه يا بنت يا صلاح؟ زكريا ما تحوش مراتك عني. مالكيش دعوة بأبوك يا صلاح. بس الحكايه دي بالذات حكاها لي 10 مرات وكل مره بطريقه شكل. انا عارف انها عايزه تسد نفسي وتقومني من على الاكل. عارفها انا. الله. امال فين الست مرات لصه شاهين؟ نايمه جوه يا حاج. ايه يابا مالك ومالها؟ بتسال عليها ليه؟ ها شوفي بقى بصراحه يا بنتي، انا الوحده اللي انا فيها دي هتقتلني، محتاج لنفس يرد عليا في البيت، وبقول يعني لما توفي عدتها نفتحها في الموضوع. طيب انا بقول لك ايه بقى، روح اغسل ايدك احسن لك بدل ما تسمع مني كلام ما يعجبكش. يلا انت مالك يا برده؟ انت اشتريتيني؟ وديني بيتكلم بجد؟ لا يا حبيبتي طبعا بيهزر. والله ولا تعلمي، يمكن طلع في دماغه بجد. حق دي تبقى نكته. خلونا في المفيد. بقول لك ايه يا زكريا، اتكلمت مع لص شاهين؟ شاهين ده كمان عامل لي ازعرينا في دماغي، حاطط دبشه قد كده في راسه وقافل عليها. بس كده يبقى حرام، والست المسكينه دي مظلومه والحقيقه باينه. بصراحه بقى يا بابا انا متهيئ ان كل الرجاله كده. فاتن مالكيش دعوه بالموضوعات دي ابدا، وانت كمان مفيش داعي تفتحي موضوعات زي دي قدام البنت. بسم الله، وهي فاتن صغيره؟ وبعدين يعني احنا اتكلمنا في ايه؟ طب ايه رايك بقى يا بنت صلاح؟ نعم. في رجاله اكبر مني واعجز مني وبيتجوزوا. ايه يعني ونس. قفل قفل على السيره دي بقى، ما تسوقش فيها. ها بسم الله الرحمن الرحيم. هنا واحده اسمها فاتن زكريا. انا خير يا حاضر الضابط، عايزين فاتن زكريا في ايه؟ مطلوب القبض عليه. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.